السلام عليكم، سميتي عمر بلافريج، نائب برلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي هنا بمدينة الرباط. مرحبا بكم في هذا البودكاست رقم 116، بودكاست اللي ماشي طويل. أولا حيت كنحترم الحجر الصحي، دونك هذا الأسبوع ما تقريبا ما خرجش من الدار، ولكن كاين بعض الأشياء اللي بغيت نتكلم فيها. أولا استمرت في هذيك المتابعة ديال بالأخص الناس اللي كانوا خدامين وتوقفوا على العمل. تكلمت فيها في هذا الموضوع الأسبوع اللي فات على الناس اللي خدامين في القهاوي، سربيات القهاوي. مازال لحد الساعة ما عندي جواب وهنستمر. أنا كان وعدهم هما، ولكن كنعتبر بأنها شيء مهم جدا. خاص جميع أرباب المقاهي، بالأخص المقاهي اللي عندهم السيولة، يتصلوا بالخدامة ديالهم باش عاد يلقاو لهم حلول. أغلبيتهم ما كانوش مدكلارين في لا سي ان اس اس، ما كاينينش في الرماد، دونك هذا إشكال حقيقي. هنستمر في هذا الموضوع من انطلاقا من الاسبوع الجاي. راه الافتتاح ديال الدوره الربيعيه هيكون نهار الجمعه، وهتكون المساءله ديال الحكومه، فهنتبعنا هذا الموضوع. كما قلت لكم تمنت ومازال اتمن المجهودات اللي قامت بها السلطات المغربيه على المستوى الصحي، زعما ناكدوا عليها، المستوى الامني. وكنحيي جميع الناس، لا الممرضات، لا التقنيين، لا الاطباء، لا رجال السلطه، لا البوليس، العسكر، الناس اللي كيحميونا وهما الابطال حاليا. كذلك الناس اللي خدامين في ما نساوهمش، السوبر مارشيات، الله عليهم، وحنا محتاجينهم في اليوم في المغرب. كاين ناس اخرين اللي كيتكلفوا مثلا بالماء والضوء، عدد الناس مازال خدامين، وخصنا نشكروهم ونعترفوا بالاهميه ديالهم. كان استغل هذه الفرصة ومهم جدا. بعد أن نقدم التعازي الحارة جميع الناس، الأسر ديال الناس اللي توفوا، وراه توفوا حتى أطباء هذه غير مؤخرا، توفوا أطباء، ونتمنى الشفاء لكاع الناس اللي مراد في المغرب وخارج المغرب. وكان زعما بغيت نتكلم كذلك على أصدقاء. أنا عندي بعض الأصدقاء اللي مرضوا، اللي كانوا في المستشفى، منهم صديقة ديالي ندى في الدار البيضاء، كنتمنى لها الشفاء العاجل. أصدقاء في فرنسا، كاين اللي تعالج على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. كاين أشياء مزيانة دارت، بحال داكشي ديال الرماد، صحيح مزيان. أنا عندي تخوف على القضية ديال السي ان اس اس، حيت بان لينا بأن وصلنا أكثر من 800 ألف أجير اللي خرج من خدمته، ما بقات عنده خدمة، وهي شد دايرة داك الدعم من طرف الدولة. ففي الوقت اللي أنا كنت اقترحت في اللجنة المالية، الحكومة والدولة تصل بالأرباب المقاولات وتقترح عليهم هما حلول باش يحتفظوا بالموظفين ديالهم ولا الأجراء ديالهم، إما على شكل دعم مباشر للمقاولات باش يحتفظوا، بشرط يحتفظوا بالأجراء، وإما تقترح عليهم يمشيوا للأبناك باش ياخذوا كريديات، كريديات حتى ب 0%. حيت بان ليا بأن عدد ديال المقاولات، ما كنعممش، ولكن عدد المقاولات بحال استغلوا الفرصة باش يصرحوا عدد ديال الاجراء ديالهم. راه وصلنا فوق 800 ألف، هذا امر خطير. هذيك 800 ألف راه على الاقل 30% ديال الاجراء في المغرب في القطاع الخاص راه تم جروا عليهم هذوك المقاولات ديالهم. فهذا امر مهم، هنتبعوا من الاسبوع الجاي. كما قلت لكم راه يفتتح البرلمان، خاصنا الوحده الوطنيه، ولكن ما كتعنيش الوحده الوطنيه عدم انتقاد ولا مقترحات بديله، ما كتبانش حاجه ماشي مزيانه. فوالا هنكتفي بهاد الامور. هاد الاسبوع كانت عندي فرصه باش نشارك في اما في لقاءات على الانترنت ولا الندوات. كاين ندوه ديال لايم دياش، هي كتبان لكم. كنشكر الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، كنشكر كذلك ادم بوهدمه اللي درنا لقاء مع عدد ديال المواطنين في الفيسبوك، تكلمنا في الموضوع. وغدا نهار الاثنين اللي بغى يتبع مع الشاب سعد الكافي من مدينه ازمور، كذلك على الانترنت. فكنستغلنا هذه الفرصه باش نتواصل مع الناس ونتكلم في عدد المواضيع، لا الازمه وضروره الوحده الوطنيه. وكنائب برلماني في المعارضه، ولكن المعارضه بالنقاء، ملي كتكون شي حاجه مزيانه كنقولها، ماشي حتى اليوم، ديما ملي كتكون شي حاجه مزيانه، ولكن عندي الحق، ملي كتبان لي شي حاجه ما مزياناش كنتقدها وهنستمر. هذه هي طبيعتي وهذا اللي التزمت به امام المواطنات والمواطنين. كتاب هذا الاسبوع، هذا كنصح اي واحد كيهتم بالسياسه والديمقراطيه، هذا كتاب سميتو لو بري دو لا ديموكراسي، ثمن الديمقراطيه، عن جوليا كاجي، هذه فرنسيه كتبت على ثمن الديمقراطيه. عندها ثمن، ما يتحبش الواحد بان الديمقراطيه فاور. وزعما هذا الكتاب مهم، كيتكلم شنو التحولات اللي خصها توقع في المستقبل، حيت لقينا غاديين هكا وخلينا غير اللوبيات هما اللي كيتحكموا في السياسه في العالم.
راه هادشي راه كيهدد حتى بالسلامة ديال الديمقراطيات العتيقة، بلا ما نتكلموا على بلاد بحال المغرب اللي مازال ما وصلنا للديمقراطية الحقيقية. وقبل ما نسالي، وكذلك كنشجعكم تمشيو تشوفوا الباج فيسبوك ولا اليوتيوب ديال نبيل مولين، هذا مؤرخ مغربي اللي استغل هذه الفرصة باش يرجع للتاريخ المغربي ويتكلم على اللحظات ولا في التاريخ المغرب اللي عدد الاجراءات اللي كانت تخاد اليوم كانت تخادت في السابق. مثلا سد الحدود، راه فايت المغرب سد الحدود ديالو، فايت المغرب سد الجوامع ديالو مي كان الطاعون في المغرب، شيء ماشي جديد. كذلك كيفاش الخرافه والناس اللي كيامنوا بالخرافه كيفاش لعبوا دور سيء في 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 عدد اللحظات في المغرب. فهذو كل امور كنشجعكم هذا التاريخ المغرب، ومزيان نرجعوا للتاريخ ديالنا باش نشوفوا كيفاش تعاملت الدوله المغربيه في تاريخنا مع مثل هذه الجائحه. فوالا، اخيرا موسيقى كما كنقول لكم ديما كنصنت على موسيقى. هذه موسيقى جميله عن واحد جروب سميتو غوزو اللي رجع لواحد الموسيقى ديال جروب بوليس ووركينغ اون ذا مون. فشكرا على المتابعه والى اللقاء في بودكاست مقبل. Giant steps are what you take walking on the moon. I hope my legs don't break walking on the moon. We could walk forever walking on the moon. We could live together walking on the moon.